إذا بدك جاملك بكون منافق. بعدين أنا بعمري ما شفتك ماسك النص بالبيت بإيدك وعم تقطعي، ولهالسبب التقطيع عندك ارتجالي والرياكشنات بتنزليها وين ما كان وكيف ما اتفق. يعني بتنزلي رياكشن لواحد عم يبتسم ويشنك وأبوه عم يندفن قدامه بالقبر، أو عم يتكركر وأمه عم تتشردق وتختنق بكاسة المي يلي عم تبلع فيها دواء. ما بتتذكري ثلاثية عيش يا قديش يلي أخرجتيها بزمانك ونزلتي فيها رياكشن لعامل كادح عم يبكي بمسيرة الفرح تبع الإنجازات والمكاسب التي لا تنتهي؟ كنتي رح تعملي لنا مشكلة، مشكلة سياسية من وراء هالرياكشن الهفتان تبعك. ولا الرياكشن تبع الموظف يلي غطى على قلبه لما سمع بزيادة الرواتب؟ هاي نقطة. والنقطة الثانية، مين ما حكى أو وقفت على أرنبة منخار ودبانة بترقدي وبتفوتي عليها زوم إن، ومين ما وقف على حيله أو لف رجل على رجل بتطلعي عنه زوم أوت إن أوت إن أوت مثل مطاطة. يعني بتهرجي بالكاميرا تهريج ناجف وبتورجينا السقف والحيط والأرض والبواب بلقطة واحدة. قسما بالله عم تدوخي المشاهدين دوخ. ما بتتذكر يا أبو عصام كيف داخ واستفرغ لما كان عم يتفرج على التمثيلية تبعك الأعمار بيد الله؟ بقريتك تقبري عظامي، هذا اسمه إخراج هاد؟ اللهم إلا إذا كنتي حابة تخرجي الناس عن طورها. هلا هذا اللي طلع معك؟ لك هيك أنا بنظرك؟ أنا عم أقول رأيي فيكي فنياً، والمفروض ما تزعلي من كلمة الحق، هيك المفروض. والفنان لازم تكون روحه رياضية، وطبعا انا عم بعطيكي راي فنان مختص مو راي عابر سبيل ماشي بالشارع. عم بعطيكي راي ممثل مخضرم ومهم وصاحب تجربه غنيه. وانت عدم المؤاخذه يعني لساتك فصعونه صغيره بالفن طبعا. بس انت ما كان هيك رايك فيني لما خطبتني من 3 سنين. ليش كيف كان رايي فيك لما خطبتك؟ اوكي ولا يهمك، رح اذكرك.